يغادر 116 محبوسا على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر وبعض الحالات الصحية السجون، وذلك بموجب عفو رئاسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هذا وتشمل قوائم المفرج عنهم عدد كبير من طلاب المدارس والجامعات وفئات الشباب حفاظا على مستقبلهم، فضلا عن وجود عدد من الغارمين والغارمات وبعض الحالات الصحية ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة.